أعمال فنية متعددة الوسائط لثلاث فنانات ناشئات هم لبنى الأعرج، مجد عبد الله، نادية شقيرات، يبحثن فيها عن علاقة اختزال المرأة بصورة الجسد والأدوار النمطية المترتبة على ذلك في معرض بعنوان حكاية جسد متمرد في جاليري باب الدير ببيت لحم. هنا جاليري باب الدير موجود من 2017 في بيت لحم في منطقة ساحة باب الدير، عشان هيك احنا اسمنا جاليري باب الدير. بنشتغل أكثر مع فنانين، هدفنا أكثر لإحياء الحياة الفنية والثقافية في مدينة بيت لحم من خلال عمل معارض فنية مختلفة مع فنانين شباب وفنانين مخضرمين. معرضنا اللي احنا موجودين فيه اليوم حكاية جسد متمرد هو لثلاث فنانات ناشئات، مجد عبد الله، لبنى الأعرج، ونادية شكرات. والمعرض بيحكي عن بيبحث أكثر علاقة اختزال المرأة بالجسد، وبيحكي أكثر عن موضوع طريقة تفكير وتجربتهم، بعكس تجربتهم الشخصية ومن رؤيتهم كمان تجارب دور المرأة وكيف المجتمع بالعادات وبرضه اقتصاديا عم بتحطها بدور محدد وبتحطها في دور نمطي. فهم من خلال معرضهم الأوساط اللي استخدموها بطرق مختلفة ليعبروا عن هي أكثر حوار مع الجمهور، إنه رفض زي ما سميناها الحرية الوهمية اللي إحنا حاليا كنساء عم تفرض علينا من سلطات ذكورية أو من سلطات اقتصادية. فهو دائما زيه زي أي معرض فني بيفتح هذا الحوار مع الجمهور، يعني هو ما بيعطي أجوبة بس إحنا منعبر عن وجهة نظرنا ومنعطي فرصة للجمهور هو يشوف يتواصل مع هاي الأعمال تكون له قراءته الخاصة للمعرض. الفيديو هذا للفنانة لبنى الأعرج ولف الجسد هنا مستلهم من طقوس المصريين القدماء سعيا للخلود، إلا أن المفارقة هنا هي لف الجسد بتعويذة تساعدها على الاختفاء والتنصل من نمطية صورة الجسد الوهمية. يعكس المعرض تجربة الفنانات ورؤيتهم من المنظور الخاص بهن من جانب والمنظور العام للمرأة من جانب آخر، ويستمر إلى 20 نيسان ضمن حجوزات مسبقة ومع مراعاة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. معرض لا يمنح أجوبة بل يفتح حوارا حول دور المرأة وتحفيز المشاهد على التفكير في المشهد الاجتماعي والاقتصادي النمطي حول كينونتها. حياة حمدان، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.